دلوقتي تعالوا نتابع ايضا اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده. كمان عندنا مباريات مهمه، عندنا مباراه قويه في الجوله الثالثه من التصفيات الاوروبيه المؤهله نهائيات يورو 2024. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيشهد المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر الوزارة بلازوغلي حلف اليمين لدفعتي 2017-2018 من المعينين الجدد بوظيفة معاون نيابة إدارية، وهيتم حلف اليمين الساعة 10 الصبح في قاعة الاحتفالات بديوان عام الوزارة، وهيحضر الاحتفالية المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة ومساعدي وزير العدل. النهاردة وفقاً للي أعلنته محافظة الجيزة إنه في إطار تنفيذ أعمال القطع العرضي لمد كابلات كهرباء جهد 11 الخاصة بتحويل المرافق كهرباء المتعارضة مع مسار مشروع محور عمرو بن العاص تحديداً بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين، فهيستلزم الأمر إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع المطبعة بالاتجاهين على أن تكون الأعمال على مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه بدون تعطيل الحركة المرورية، وده هيكون ليوم واحد فقط ابتداءً من الساعة 12 صباح السبت الموافق 17/6 ولحد الساعة 5 الصبح من نفس اليوم بدون تعطيل حركة المرور. النهاردة هيعود مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي للقاهرة بعد أجازة قصيرة أضاها في بلاده بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخ القلعة الحمراء، وهيبدأ السويسري مارسيل كولر في قيادة تدريبات الأهلي يوم الأحد استعداداً لمواجهة حرس الحدود اللي هتتلعب يوم الخميس الجاي في الدوري. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 11 مباراة في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات اليورو 2024، من أهمها مباراة منتخب البرتغال مع منتخب البوسنة والهرسك الساعة 10:15 بالليل، في نفس التوقيت هيلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب النمسا.